الارفة دي تكنولوجي مش هتعيش كتير وهيطلع احدث منها، ليه استخدمها او استثمر فيها؟ احمد محسن، حريف حلول، الاسطورة الاولى، الجزء الثاني. تعال اقول لك ليه الارفة دي تكنولوجي هتعيش كتير واستثمارك فيها هيزود نجاحك وهيخليك تكون احدث التكنولوجي اللي انت بتستخدمها ومن افضل الادوات اللي تستخدمها في البيزنس بتاعك. اول حاجه، لان التكنولوجيا الار اف اي دي بتحدث بسرعه جدا وبينزل فيها تطورات ولحد دلوقتي بتتطور بشكل رهيب. كمان الار اف اي دي لسه ما خدتش من الماركت شير حيز كبير جدا في قطاع الاعمال، يعني انت بدات تشوفها دلوقتي في بعض الامور لسه ما بتشوفهاش في كل حاجه، فبالتالي هي تكنولوجيا لسه بتتطور وهتواكب العصر وهي ترند وهي جزء كبير جدا من الاي او تي واللي هو مهم موجود في كل حياتنا في التكنولوجي. فخليك عارف ان الار اف اي دي تكنولوجي هي الترند، هي اللي جايه. في الكومنتات هتلاقي لينكات لاساطير قبل كده ولينكات عن كل الفيديوهات اللي بتكلم فيها عن الار اف اي دي تكنولوجي. سلام يا حريفه.